بنشكر قداسة سيدنا على المحاضرة الممتعة عن عمل النعمة في حياة الخادم وحياة المخدوم وأيضا في الخدمة نفسها ومحتواها. ربنا يجعلنا في صلاة قداسة سيدنا سامعين عاملين بالكلم. وبأشكر قداسة سيدنا فرصة لأي حد عنده سؤال هيرفع إيده زي ما أبونا متياس شرح في البداية. سلام ونعم قداستكم يا سيدنا. طبعا دي أهلا نعمة كبيرة قوي لينا كلنا، وأنا على المستوى الشخصي عمر ما توقعت في حياتي كلها إن أنا أسأل قداستكم سؤال. أهلا بك. أهلا بقداستكم معانا. السؤال، قداستكم اتكلمت طبعا معانا النهاردة عن عمل النعمة. إمتى أنا كخادم أو كخادمة لازم أكون في مرحلة الإدراك الكامل بإني أنا ماشية تماما ضد عمل النعمة مع الأطفال أو في حياتي عموما؟ إمتى لازم يكون هاي أنا لازم أقف شوية ولازم أرجع تاني لإني أنا في الاتجاه دوت؟ لأ، أنا كده مش بخدم الخدمة الروحية، أنا كده مش بسمح للنعمة إنها تشتغل، لأ ده أنا كده بسمح لنفسي هي اللي تشتغل. إمتى أنا المفروض أنتبه لحاجة زي كده؟ شكرا لسؤالك. عايز أقول لك بعض نقط كده في الموضوع ده. أولا، خدمتنا لازم تكون تحت مشورة، يعني باستمرار أنا أكون مرتبط بأب اعترافي أو أمين الخدمة أو أبونا في الكنيسة، يعني لازم خدمتي تكون تحت مشورة. نمرة اتنين، من الحاجات اللي بتحاربنا كلنا الذات، ذات الإنسان، وذات الإنسان بتحاول إنها تسرق مننا كل نعمة، تسرق مننا كل عطية ربنا بيقدمها لنا، وتخلي الواحد موجود في الأمور كده، أو يعني تخلي ذاته هي الحاضرة. كل ما الإنسان جاهد ضد ذاته وعاش في صورة الوداعة والتواضع اللي قال عليها المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. فطول ما الإنسان حافظ اتضاعه، لأن عايزك تعرفي حاجة، إن النعمة أو الاتضاع هو حارس كل نعمة. يعني افرض أنا شماس والنهاردة اختاروني عشان يرسموني كاهن، خدت نعمة، نعمة الكهنوت. ماذا يحفظ نعمة الكهنوت إلا الاتضاع؟ فالاتضاع هو حارس كل نعمة، كل نعمة بينالها الإنسان. ربنا أعطاني إن أنا أخدم أطفال صغيرين، أو أخدم فتيان أو شباب أو كبار، أو زي ما يكون شكل الخدمة، لكن الاتضاع هو اللي بيحفظ الإنسان، يحفظه من ذاته. والاتضاع اللي هو: إن أراد أحد أن يكون فيكم أولا يكون آخر الكل وخادم للكل وعبد للكل. طول ما المشاعر تهيت عندك أنت، طول ما أنت خدمتك ماشية صح. مثلا لما بلاقي خادم أو خادمة ابتدى يعمل حاجة ويا أولادي أو بيخدم وياهم، أحيانا الواحد يبقى متضايق أو يبقى متغاظ أو يبقى مش عايز أو يختلف أو كل التصرفات ده. هي اتضاع الإنسان يحفظه من كل الحاجات ده، هي لأن من الحاجات المهمة جدا إن الله هو ضابط الكل، هو ضابط الحياة، هو ضابط كل شيء، كل تصرف كبير أو صغير في حياتنا. فالخدمة بتاعته والخدمة هو اللي بيضبطها وهو اللي بيرتبها، ومفيش داعي إن الواحد يقلق من حاجة خالص. طبعاً الإنسان الذي يمارس وسائط النعمة باستمرار في حياته وبإرشاد، برضو دي وسيلة تحميل وتخلي خدمته لحساب المسيح مش لحساب نفسه أو شخصه. الأخ مايكل نقوله، تفضل. أخ مايكل،
قداسة البابا. طبعا بنكرر الشكر، احنا انا برضو ما كنتش متخيل ابدا ان في يوم من الايام هنقدر نسال قداستك دايركت كده يعني سؤال، وشكرا لاتساع قداستك. دلوقتي بالنسبه لنفس البالانس اللي هو ما بين النعمه وما بين الذات، ساعات الثناء اللي بياخده الخادم او نوعيه الخدمه اللي هي بتبقى ظاهره او موجوده وليها ثمر، ساعات بتحارب الخادم بالذات. هل في خطوات عمليه الخادم على طول يفكر نفسه ان ده عمل النعمه مش وان حتى لو الخادم عنده موهبه او الخادم عندها موهبه هي برضو من عمل النعمه ومن ربنا، ده نمره واحد. وكتكمله يعني، امتى ساعات الواحد ممكن يكون بيخدع نفسه ان ده عمل نعمه، او ان هو مثلا النعمه هي اللي خليته يقول او يغير الموضوع زي ما قدسيتكم قلت، لكن يكون ده هو يعني مش عايز اقول بيألف، بس ممكن يكون من جواه مش ما يكونش عمل النعمه. فازاي نفرق ما بين المجهود الشخصي اللي ممكن ساعات يتعارض مع عمل النعمه وعمل النعمه فعلا؟ شكرا شكرا لسؤالك يا مايكل. عايز اقول لحضرتك برضو ان احنا بيحاربنا ثلاثه اعداء: الشيطان والعالم والذات. والذات هو العدو المقيم معانا، والذات ذات الإنسان اللي بتحاول تحرمه من أي حاجة. مثلا الذات اللي بتخليني ما اسمعش الكلام، لا أطيع لا الوصية ولا الإرشاد الروحي. مثلا الذات اللي بتخلي الإنسان ما يقولش كلمة حاضر، يلاقي كلمة حاضر دي مش موجودة فيه. الذات هي اللي بتخلي الإنسان دايماً مخالف في الأمور. الذات هي اللي بتخلي الإنسان، متأسف في التعبير، بيتقمص بسرعة. الذات هي اللي بتخلي الإنسان هو يشكي، دايماً يشكي باستمرار. الذات هي اللي بتخلي الإنسان يقع في كل هذه الضعفات. فاحترس، خد بالك، وده اللي يميز ما بين إن كان الموضوع من النعمة ولا الموضوع من الذات. طول ما أنت عايش في روح الاتضاع، طول ما أنت صاحب سلام، أنت بتعمل سلام في وسط المجتمع اللي أنت فيه، في الخدمة اللي أنت فيها، طول ما أنت متفاعل إيجابيا في حياتك، كل الأمور ده هي بتحميك من أنك تقع في فخ الذات. الصح انك انت على الدوام تكون روحك، روح الاتضاع الداخلي اللي جواك هي اللي بتساعدك، وهي اللي بتخلي النعمة تعمل وياك. واحد مخه ناشف، واحد دايما رافض لكل حاجة، كل ده معناها دي كلها داخلة من دواخل الذات. فاحترس. والنعمة دايما الروح الهادئ الوديع. يقول لنا الكتاب ايه؟ ثمر البر يزرع في سلام. يعني لو واحد ترابل ميكر، ده النعمة هتشتغل فيه ازاي يعني؟ مش هينفع. لكن واحد بيس ميكر، صانع سلام في وسط المجتمع بتاعه، في وسط الخدمة بتاعته، في وسط الكنيسة بتاعته، في وسط البيت بتاعه، دي كلها عوامل بتكشف للإنسان هو ذاته اللي بتتحرك ولا النعمة اللي بتملاه ويشتغل بيه. اتصلني وأنا، تفضلي. نقبل أيادي سيدنا، فرحانين كتير نكون مع قداستكم. في بعض الأحيان سيدنا بنتعامل مع حالات صعبة في الخدمة، طبيعتها مشاكل مزمنة زي حالات إدمان، حالات مشاكل زوجية ملهاش حلول كتيرة، فبنحس في بعض الأوقات إنه يعني النعمة مكتومة أو محتجبة، الإنجيل مكتوم فيهم، وده ممكن يدينا إحنا كخدام في بعض وقت يعني حالة من الضجر أو اليأس شوية. إزاي أقدر أميز إن كان أنا فعلا ربنا بينبهني محتاجة أغير طريقتي، ولا أفضل أكمل في الطريق ده وفي وقت النعمة هتشتغل مع الناس دي في حينه، رغم طول الوقت وطول المدة اللي إحنا بنسعى مع الناس دي في الخدمة في مشاكل صعبة؟ شكرا قداستكم. شكرا ليكي. طبعا انت متخصصه في الحاجات دهيت.
شيء مهم جدا ان احنا نعرف ان لكل انسان وقت، لكل انسان وقت. وزي ما حضرتك تعرفي ان في تايم اوف رياكشن، يعني تفاعل الانسان مع نعمة، مع الارشاد اللي بياخده، مع النصيحة، مع البيئة، مع عوامل كتيرة خالص، كل ده له وقت معين. وده السبب اللي بيخلينا نصلي كل يوم الصبح، وده بإرشاد الروح القدس في الكنيسة في صلاة باكر، نقول إيه؟ أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. كل واحد بحسب الدعوة بتاعته، بحسب الخدمة بتاعته. وبعدين يكمل يقول محتملين بعضكم بعضا في المحبة. عملية الاحتمال هنا احتمال زي النماذج اللي حضرتك ذكرتيها والأمثال اللي ذكرتيها، كل واحد له وقت. والخدمة بتاعتنا مش بنخدم النهاردة وتحقق بكرة النتيجة، كل حاجة هتاخد وقت. ويجي وقت معين لو كان الخادم مسابر والخادم مستمر وبصلواته وبجهاده وبما يقدمه من خدمة أو خبرة أو إرشاد روحي، هيجي وقت يستجيب الإنسان. عشان كده الإنسان لا يمل. وأنا فاكر زمان كان في تجربة كده يعملوها، إن الواحد يحاول يقطع، يعني يقسم شجرة أو يقسم فرع بإيديه كده، فيخبط خبطة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما مثلا في الخبطة العشرين يتقسم الفرع. طبعا الفرع ما تقسمش بالخبطة رقم 20، لكن هو 1+2+3 لغاية 20 هي القسمة. فثقي ان المجهود اللي بتعمليه او المجهود اللي بيعمله الخادم خطوة بخطوة هيحقق في الانسان ده عمل. وكتير قوي بنشوف قصص ان بعد سنين من ان الانسان كان بعيد عن ربنا. انا فاكر مرة كان كلفني البابا شنودة ان انا اخد اعترافات مدمنين، وابتديت اسال. طبعا ابتديت اسمع حكايات عجيبه يعني وموضوعات غريبه. ففي واحد ضمن نشاطه الوحش انه كان وظيفته انه يضرب الناس، يعني بيشتغل عنده يقول اضرب ده يكسر عظمه. فلما ابتدى يفوق لنفسه وابتدى ياخد علاج وابتدى فيه عمل روحي حواليه خطوة بخطوة، الأمر ده خد حوالي 3 سنين. حاليا هو خادم من كبار الخدام اللي بيخدمه، وله عمل كبير جدا في حقل الخدم، عمل النعم. فما تزهقيش بدون ضجر، لازم طولة البال، لازم الصبر، وكل ده هيحقق نتيجة حلوة. شكرا. مدام أمال سلامة، تفضلي. سلام يا سلام يا سيدنا، سلام يا أهلاً. سيدنا الأمن، نقبل الأيادي. أنا فرحانة خالص إن أنا طبعا مش قادرة أصدق الزوم ده النهاردة. وسؤالي مرسيو سيدنا، سؤالي عمل النعمة والشبع إزاي الواحد يمتلئ؟ ساعات الواحد يحس كده بزيارات النعمة بتملأ ويبقى راجع من الخدمة والكنيسة فرحان قوي قوي، وساعات تحس اليوم متلخبط كده والواحد متضايق. فدي بتبقى غلطتي ولا غلطة اليوم ولا غلطة الخدمة ولا لعب شيطان؟ فلو سمحت يا ريت. ولا حاجة من الحاجات دي خالص. لكن عايز أقول لحضرتك إن زيارة النعمة دي عند ربنا، هو اللي بيرتبها. مسيحنا هو اللي يرتب زيارة النعمة، مش بمجهودنا ولا بشطارتنا ولا بإمكانياتنا ولا مهارتنا. هي دي النعمة، الله يرتب زيارة النعمة. ودي حاجة معروفة جدا في خدمات كتيرة، وربنا بيبعتها كنوع من التعزية ونوع من التقوية ونوع من تجديد عمل الخادم. لكن في أوقات بتبقى أوقات عادية، والأوقات العادية دي تبقى اختبار لينا أكتر في أمانتنا، أمانة الإنسان في الخدمة بتاعته. وإحنا علينا نخدم بأمانة. الوصية بتقول كن أميناً إلى الموت،
أنا خدمتي النهاردة أكون فيها أمين، سواء النعمة جت زارتني أو هتيجي بكرة أو هتيجي بعده. كيف ما ربنا يرتب الوقت زيارة النعمة، لكن أنا بخدم خدمتي بكل أمان. وعايز أقول لحضرتك إن في المزمور الأول بنصلي وبنقول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. فمجاري المياه هي مصادر النعمة لحياة الإنسان، ومصادر النعمة دي اللي هتدي بقى يكون ثمرها في حينه، ورقها لا ينتسر، كل ما يصنع ينجح. النعمة هتدي كل الثمر ده في حياة الإنسان. فإحنا دورنا إن إحنا نخدم، ودورنا إن إحنا نحب ربنا، ودورنا إن إحنا نعمل بأمانة كل العمل المطلوب مننا، والله في كل وقت يراه مناسبا يقدر يشددنا ويقوينا بزيارة النعم. الأخ مينا خليل. شكرا يا سيدنا قدس البابا، شكرا لوقتك وتعبك معنا بالليل. عندي سؤال. أنا يعني عندي young family، وكثير من الناس معانا عندنا أو اللي أعرفهم عندهم برضو young families، ومع الشغل بنلاقي إن في بيبقى في وقت قليل للخدمة. فساعات مثلا بحس إن إحنا بريجكت نعمة ربنا بإن إحنا مش بندي وقت كفاية. فإمتى نقدر نفرق بين ال 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 الشغل البيزنس بتاعت الحياة والريجكشن لنعمة ربنا من ان احنا مش بنحط وقت كفاية للفيزيتيشنز وللبريبريشن ونحن نقدر نوصل للأولاد؟ Thank you. شكرا يا مينا. وعايز اقول لك ان العطية المتساوية اللي ربنا بيدهلنا كلنا هي عطية الوقت. حضرتك في شغلك وفي عملك وفي أسرتك اليانج فاميلي بتاخد 24 ساعة كل يوم، وأصغر واحد فينا بياخد 24 ساعة كل يوم، وأنا برضو باخد 24 ساعة كل يوم. الشطارة عندنا هي عملية التنظيم، تنظيم الوقت. وعايز أقول لك من المبادئ الروحية الجميلة، قليل دائم خير من كثير متقطع. يعني أنت منظم وقتك، ما عندكش وقت بيضيع في حاجة ملهاش معنى. الشغل ده حاجة مهمة اللي بنشتغلها، مسؤولياتنا في البيت حاجة مهمة، في الأسرة التزاماتنا الاجتماعية حاجة مهمة، الوقت بتاع الخدمة وبتاع العبادة سواء العبادة الشخصية جوه البيت أو خارج البيت في الخدمة. المهم إنك تعمل عملية تنظيم لوقتك. المهم ان ما فيش في وقتك حاجة ضيعة بلا معنى. واعرف كده ان لا يقطع صلواتنا الا خطايانا. يعني انت وانت بتشتغل الشغل ده هو شكل من اشكال العبادة ومن اشكال الصلاة. احنا في الدير بيعلمونا ان وانت واقف في المطبخ بتصلي مزامير، وانت بتعمل اي عمل بتصلي مزامير، وانت بتستقبل الناس حتى في سرك في الاوقات الفاضيه بتصلي مزامير. فالخلاصه انك وقتك هو اثمن شيء عندك، نظمه جيدا وما تقدمه لله سيكون مقبولا وربنا فرحان به حتى وان كان وقت محدود. وزي ما قلت لك قليل دائم خير من كثير متقطع، وربنا يبارك وقتك. نقبل هذه يا سيدنا. أنا كمال، أنا عندي سؤال ريليتد للموضوع بس باختصار. سؤال ريليتد، قدستكم قلتوا أن الخدمة هي دعوة وتعتمد على عمل النعمة، فهل كل اللي بيخدم لازم يبقى دعوة؟ لو في حد عنده تالنت معين وحابب أن يخدم، هل ده هيبقى حب ظهور ولا مش محتاج دعوة، هو من نفسه يقول أنا عايز أخدم؟ السؤال الثاني هو بصراحة طرح كتير جدا قبل كده،
بس لو بنكلم حد ملحد مثلا او حد مش بيزدوى على الانجيل بيبقى صعب ان احنا نقنعه. فالسؤال باختصار يعني الصليب فينه كان صعب جدا، يعني زي السيد المسيح في جسماني صلى يا ابتان شو ان تجيز عن هذا الكاس. طيب ليه كان من الاول كل الحكايه؟ ليه ربنا خلق ادم وحواء اساسا وهو عارف ان الاند اب بالصليب يعني وبالخلاص والفداء وكل التعب ده؟ ليه ربنا عمل ده كله من الاول؟ شكرا لقدستكم. عايز اقول لحضرتك ان دافع الله لخلقه الانسان هو الحب، وعشان بيحبه خلقه. لو تصادفنا مع انسان يكون ملحد او انسان بعيد، لا يوجد مدخل للشخص الملحد الا ان شخص يحبه خالص. لو دخلت في جدل عقلي وياه مش هنوصل لحاجه. وانا بعتقد، وده اعتقد هو الصواب، ان مفتاح قلب الانسان هو الحب. حتى المسيح نفسه لما جه للانسان قال كده: هكذا احب الله العالم، لان هو ده الاحتياج الاول، need for love، هو ده الاحتياج الاول للشخص، لاي انسان فينا كبير او صغير، واحد او واحده، باي مستوى في التعليم، هو احتياج الانسان لكده. طالما الإنسان الملحد أو البعيد أو الخاطي وجد من يحبه، أعرف أن اتعدلت حياته. السامرية كانت كده، الزكة كان كده، حتى اللص اليمين اللي على الصليب اللي قابل المسيح وقت محدود جدا بالدقيقة شعر بهذا الحب وابتدى يتوب وابتدى يكون أول داخلين للفردوس. دي نقطة مهمة كده. دعوة الخدمة اللي هو سؤالك الأولاني، دعوة الخدمة الكنيسة بتدعونا، سواء زي ما قلت لك أبونا أو سيدنا أو الأمين الخدمة أو أمينة الخدمة، هو ده بيبقى مجرد الوسيلة اللي بتقدم لنا الدعوة. واحد عنده موهبة معينة ربنا عطاها له، مفيش مانع أنه يكلم مع الشخص المسؤول ويعرف الحاجة اللي عنده دهيات ويشوف إزاي يقدمها بالصورة الحلوة. لكن لو ظهرت شبهة الشهرة أو العظمة أو الكبرياء أو اللي ما فيش زيي والكلام ده، يبقى النموذج ده لا يصلح للخدمة خالص. الخدمة أساساً حب واتضاع. شكراً. أخ سامر مهني. سلام يا سيد، مبسوطين إن قدستكم معانا. أنا سؤالي كده مش هطول على قدسك، زي ما قدسك كده قلت لنا ان احنا لازم نبتكر اساليب جديده في الخدمه، ومن ضمن الاساليب دي ان احنا مقابلتنا على الزوم دلوقتي مع قداستكم. سؤالي دلوقتي، احنا في زمن الكورونا، في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه او اللي احنا بنتعايش دلوقتي فيه، ولادنا عودناهم في فتره الكورونا لما كانت الكنائس مغلقه، عودناهم ان هم ياخدوا مدارس الاحد على الزوم شهر او شهرين، المهم ان هم خدوا على العاده دي. دلوقتي بنحاول نجيبهم للكنيسة، نلاقي جزء كبير منهم متعود على الزوم، يقول لنا ايه؟ لا احنا عايزين بقى، من ضمنهم حتى يعني ناس قريبين مني، يعني يقول لنا لا احنا عايزين بقى نرجع تاني للزوم. ايه اللي خلاكم تفتحوا كنيسة تاني؟ ما انت كنت بتقول لنا ان البيت ده هو الكنيسة، ايه اللي خلاكم غيرتوا رايكم؟ مش الكنيسة هي البيت والبيت هو الكنيسة؟ فنتعامل ازاي دلوقتي مع الكونفيوجن او مع الكونفليكت اللي حصل ده ما بين الزوم وما بين الرجوع تاني للكنيسة؟ شكرا لك سيدنا، اشكرك. شكرا. على فكره عندنا في مصر العكس، يعني الولاد زهقوا من الزوم وعايزين بقى مدارس الاحد تشتغل، واحنا حتى دلوقتي اليومين دول في صراع نوقف مدارس الاحد ولا نخليها مستمره ولا نقللها، لان الولاد زهقوا من الزوم وزهقوا من القعده في البيت. المهم يعني طبعا لا يوجد افضل من التواصل المباشر، يعني مهما كان التكنولوجي اللي بنستخدمه وزوم اللي قدامنا وحضور حضراتكم كلكم وبنراعي فروق التوقيت اللي موجودة، لكن الحضور المباشر هو أفضل شيء، والمسيحية تتميز بالحضور المباشر. خد بالك، يعني المسيح نفسه مش فضل في السماء وقعد يقول لنا أنا بحبكم وانتوا على الأرض، لا، المسيح قال لنا أنا هاجلكم وهاجلكم عشان بحبكم وهعيش وياكم وهتصلى في وسطكم وهقوم في وسطكم. الاتصال المباشر.
فاللي انت بتعانيه دلوقتي ده يعني حاجة عرضية وحاجة ترانزيت كده، حاجة مؤقتة، لكن لما ربنا يعدل الأحوال كلنا بدون استثناء الكبار والصغيرين هيرجعوا، لأن التواصل المباشر له طعمه. أنا لما أتعامل وياك كإنسان غير لما أتعامل ويا جهاز، شيء طبيعي، ودي التربية ودي حاجة مهمة جدا. صلي إن مواضيع كورونا دي ربنا يعني يقللها وينهيها بصورة كده، وترجع الكنيسة لخدمتها ونشاطها، فرحة ولادها فيها، فرحة مدارس الأحد، مدارس الأحد اللي تربينا فيها كلنا. بنعمة المسيح الأمور تنتهي وترجع الأمور حلوة خالص، لكن الكنيسة هي الأصل، والحضور هو الأصل، والتواجد الخادم ومخدوميه هو الأصل، وتواجد الأب الكاهن ورعيته هو الأصل. شكرا. ماري خليل، قصتكم. أنا عندي سؤال تاني. قصتكم علمتنا دلوقتي إن الكنيسة بتخرب عن طريق الشعبية، فأنا كخادم يعني أو الخدام عموما بيواجهوا مشكلة بالذات في نهاية السنة القبطية، الأطفال بيكونوا تعلقوا بيهم جدا، والخادم نفسه بيبقى تعلق جدا بمجموعة الأطفال ديات الجروب اللي معه عموما طول السنة. أيوة. لدرجة أني أحيانا ببدأ أو سمعت قبل كده من الأطفال يعني كلمات هي كويسة ومش كويسة، بأن هم مش هيلاقوا خدام أحسن وحاجات زي كده على حسب تعبيرهم الطفولي. مديح يعني. نعم. بيمدحوك يعني. مش عارفة أقول له قصتك إيه يعني، قصتكم إحنا ولا حاجة. فعموما أنا كفرد في أسرة الخدام أحافظ إزاي على أولادي في الكنيسة، وأعلمهم إزاي إن هم تملي إن الخادم بيأدي رسالة من جايلهم من ربنا، وإن كل الخدام كويسين، وإن هم تملي هيستفادوا من الخدام. أنا دوري كخادم إزاي أقدر أزرع فيهم حاجة زي كده. تاني سؤال عندي، كلمة أنا كخادم لما أقول على الجروب اللي معايا أو الكلاس اللي معايا أولادي، ده معنى كده إن أنا بصفهم صفة الامتلاك، ولا تبني روحي، ولا الكلمة عموما ما فيهاش أي شيء من الخطأ؟ شكرا لقدساتكم. شكرا يا ميري. إن أنا أقول أولادي دي كلمة مش غلط، وهو أولادنا كلنا، كلمة يعني بمعناها البسيط كلمة حلوة خالص، ودي بتعبر عن ربطة قوية. كمان عايز أقول لك إن أولادنا لما يحبونا دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، نحن عايزين أولادنا يحبونا، بس أنا كخادم أكون منتبه إن الحب ده ما يبقاش الحب الشخصي أو الحب الرخيص، يعني ده حب يبقى حب للمسيح. لو أنا نجحت كخادم أزرع فيهم محبة المسيح يبقى أنا أخذ 10/10. لو أنا أهملت محبة المسيح، يعني بمعنى آخر يا ميري أنك أنت وأنت بتخدمي أي خدمة أنت بتحطي قدامك باستمرار أن بنصلي عشان مسيحنا يفرح بينا، بنقرأ الإنجيل عشان نعيش في وصية المسيح، بنحكي سيرة القديس فلان علشان هو حب المسيح، عايزين نحب المسيح زيه. طول ما كل المفاهيم ده هي واضحة عندك أعرفي أنك أنت بتخدمي خدمة كويس. لكن لو جه المسؤول في الخدمة وقال لك سيبي الفصل ده وروحي فصل تاني وانتي ما عجبكيش الحال، يبقى هنا فيه وقعنا في الغلط. احنا بنخدم المسيح، والصفة الأولى في الخادم انه دايما شخص مطيع، وان ارتباطي بولادي انا بفرح بانهم يكبروا وياني. عايز اقول لحضراتكم انا يعني دون الدخول في تفاصيل الخدمة، بعض الكنائس بتخلي الخادم ويفصله من ابتدائي لغاية ما يوصل الجامعة، وبعض الكنائس بتغير الخادم كل سنة، وبعض الكنائس بتخلي الخدمة مرحلية. يعني أنا بخدم ويا أولاد، طبعا بتكلم عن نظام التعليم في مصر، بخدم ويا أولادي لغاية مرحلة ابتدائي، إعدادي بيبقى فيه خادم تاني، في ثانوي خادم ثالث، وهكذا مرحلية. يعني كيف ما يكون شكل الخدمة، احنا بنخدم ولاد المسيح،
احنا بنخدم من اجل المسيح، احنا بنخدم عشان نحضر كل انسان كاملا في المسيح. والمفهوم ده لازم اتعرفيه الاول قبل ما تخدمي بيه وقبل ما تتعاملي ويا ولادك. واحفظي نفسك من انك ترتبطي بيهم عاطفيا، ترتبطي بالبنات اللي انت بتخدميهم، ترتبطي بيهم خالص، بحيث انك انت كانك متاسف في كلمه يعني كاني باخد الحب منهم، وده طبعا امر خطير جدا وامر مش صح مش مناسب. ربنا يحفظك. مورين ثابت. Thank you سيدنا ان انت معانا النهارده، دي بركه. اسال ازاي نزود حب نزود حب الشباب او المخدومين في العقيده، او نشرحها بطريقه كويسه في ظل ان الشباب في الزمن ده عايزين كل حاجه تبقى لايك تيك اواي، يعني تبقى سريعه قوي، فما ساعات ما بنلاقيش يبقى في عمق سواء في المخدومين ساعات، وساعات للاسف برضو بيبقى في قدام انه بيبقى في وعي كامل احنا بنعبد ربنا ازاي، او عقيده السلوس، او يعني العقيده ان جنرال. الحاجه الثانيه ازاي نبشر بالمسيح للناس اللي حوالينا، هل احنا خدمتنا بس جوه الكنيسه، ولا احنا جايين هنا امريكا عشان تبقى برضو بذره ان الناس تعرف المسيح اكتر. شكرا سيد. طبعا ربنا سمح انكم تروحوا وتسافروا وتهجروا عشان يبقى لكم دور، وانا بنظر كده ان يعني المصريين الاباط اللي هاجروا كانهم بذار طيبه بتزرع في ارض وبتطلع ثمار جيده، وبتبقى عمل قدوه للاخرين، وعملنا جوه الكنيسه وبره الكنيسه شيء مهم خالص. بالنسبه لسؤالك الاولاني عن العقيده، طبعا العقيده امور مهمه وهي اللي بيتبنى عليها اساس الايمان، لكن إزاي نقدمها بصورة تكون مناسبة لأولادنا، سواء الشباب أو الشابات أو حتى الصغار السن. من الحاجات المهمة جدا أنك ابني العقيدة وانت بتشرحيها على قانون الإيمان. يعني قانون الإيمان هو قانون محدد الكلمات ومحدد الألفاظ وكلنا عارفينه، وهو بيعتبر كقطعة صلاة، لأن احنا بنصلي واحنا واقفين مش واحنا قاعدين. فمن قانون الإيمان تقدري تشرحي بعض العقائد بطريقة مبسطة، وعرفي ان عمل النعمة له دور أساسي في فهم العقيدة. يعني ممكن انت كإنسانة مسيحية فهم عقيدة الثالوث او عايشة في عقيدة الثالوث، ربما انسان اخر بعيد او غير مسيحي ما يفهمش عقيدة الثالوث. طب ليه ده فاهم وده مش فاهم؟ هو ده عمل النعمة. لا يستطيع احد ان يقول يا رب الا بالمسيح. فازاي بنقدم العقيدة؟ احيانا الواحد يقدم العقيدة، متأسف في التعبير، بطريقة منفرة. يعني تصوري مرة واحد جه يتكلم على عقيدة تجسد المسيح، فابتدى كلامه قال إيه؟ يوجد 47 سبب لتجسد المسيح. طبعاً أول ما الشاب سمع 47 فوطع اللي جنبه وقال له صحيني كده لما يوصل لل 45، يصحيه يعني من النوم، يعني هينام. طبعاً دي بداية صعبة خالص. لكن لما أقول إن مثلاً في 3 أسباب أو 3 آيات بيشرحوا العقيدة دي، سهلت الموضوع، الموضوع بقى سهل وهكذا. فالطريقة اللي بنقدم بيها العقيدة هي دي الطريقة المهمة جدا، لكن لازم نقدمها، لازم نشرحها، ومرة بنشرحها لاهوتيا، مرة بنشرحها كتابيا، مرة بنشرحها تاريخيا، مرة بنشرحها طقسيا حسب طقس الكنيسة، لكن المهم ازاي نقدمها. وده الحقيقة يعني التشالنج بتاعنا، التحدي بتاعنا، ان ازاي نقدم العقيدة بطريقة مبسطة سهلة.
في أيام القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الثالث والرابع الميلادي كان العالم مشغول بحاجة اسمها الفلسفة، فابتدى يستخدم الفلسفة في شرح العقيدة وشرح المفردات بالذات عشان الثقافة اليونانية هي اللي كانت سائدة. فازاي بنستخدم أمور في حياتنا عشان نقدم من خلالها العقيدة؟ وده عايز جهاد مننا. ايه اللي حاجة اللي ممكن توصل للشاب او توصل للولد او البنت اللي بيدرس اللي عايز يعرف ازاي ان انا اقدر ابسطها؟ يعني مثلا من الحاجات الجميلة انك لما تيجي تقدمي بعض شواهد من الانجيل ايات، اختاري الايات اللي لها شواهد موسيقية، الشاهد الموسيقي اللي هو الشابتر نفس العدد أو نفس الرقم بتاع الفيرس. يعني مثلا لما أقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، متى 4:4. أو مثلا أقول افرحوا في الرب كل حين، دي فيليبي 4:4. أو مثلا الآية اللي بتقول محبة العالم عداوة لله، دي يعقوب 4:4. لما بقدم بعض آيات الإنجيل بطريقة إنها تكون جذابة للشخص اللي قدامي من خلال الشاهد بتاعها، دي وسيلة من الوسائل، وهكذا يعني. شكرا يا مورين. نسرين إدوار. نسرين أهلا وسهلا. نقابل عادي سيدنا. عندي سؤال نيافتك، قلت في الوعظة النهاردة على الإيداع والإبداع. الأحسن نحن نكون يكون في إبداع عشان يبقى بين الخادم والمخدوم. بس دلوقتي السؤال عندي، هل الإبداع دوت ممكن يؤدي للخداع؟ يعني مثلا أنا ممكن أبقى مبدعة في خدمتي، بس هل دوت ممكن يخدعني إن أنا أبقى خادمة ناجحة وان العيال الاطفال بينتراكت معايا فانا كده عامله اللي عليا؟ هل ممكن ده يحصل؟ شكرا سيد. هي ماشيه بس من ناحيه القافيه، ايداع وابداع وخداع. لا طبعا ما يديش الخداع، لكن الابداع معناها ان انا بقدم الحاجه بما يتناسب مع العصر. انت حضرتك عارفه طول عمر الإنسان بيأكل خبز عيش، لكن لما فتحت محلات بتعمل التيكاوي وبتعمل سندوتشات كده حلوة بتستخدم نفس العيش بس قدمته بصورة جديدة، فبقى كل الناس عايزين يروحوا هناك. المسيح قال لنا كأس ماء بارد لا يضيع أجره. كأس الماء البارد ده ما كان ممكن يقول كوباية مية، أو ممكن يقول القلة، عارفة القلة بتاعت مصر، أو يقول أي شكل، لكن استخدام كأس ممكن الواحد يشرب من كوباية أو يشرب من إزازة أو يشرب من قلة أو أي حاجة، لكن كأس ماء بارد يعني تصوري كده كأس حلو بيتقدم فيه مية مسلجة وبيتقدم على طبق جميل. بتكون النتيجة إن بيبقى شكله حلو، المية هي المية. فأنا أعتقد مش هيوصل لخداع ولا حاجة، بس إحنا محتاجين الإبداع، لأن الإبداع مش كل واحد بيقدر على الإبداع، والإبداع يساعد فيه إن إحنا نشتغل بصورة جماعية. لما بتشتغل بصورة جماعية واحد بيقدم فكرة والتاني فكرة والتالت فكرة، بيقدروا يطلعوا صورة مبدعة للخدمة بتاعتنا وبتبقى دايما متجددة. يعني ما تخافيش من الخداع. منيرة فرج. يا سيدنا نشكر ربنا على قدسك معنا النهاردة. أنا كان عندي سؤالين الاثنين يخصوا خدمة شباب جامعة. السؤال الأولين يا سيدنا، إن سمتعمز العيال مش بترضى تيجي خالص، بيقرروا بينهم وبين نفسهم إحنا مش هنروح النهاردة، أو هنروح نتجمع في حتة تانية، أو هنروح مشوار. فده بيبقى عيب خادم ولا بيبقى العيال هي اللي مش عايزة تيجي؟ الحاجة التانية سيدنا، هم مثلا بيطلبوا تغيير الكريكلم، عايزين يسمعوا مواضيع هم عايزين يسمعوها
والخادم بيبقى ملتزم بالمنهج اللي معاه. فهل ينفع ان احنا زي ما نيافتك قلت نواكب العصر ده ونغير المنهج للحاجات اللي هم عايزين يسمعوها؟ شكرا يا منيرة. السؤال الثاني بتاعك انك الكوريكولم تغيري فيه، دي قضية بيناقشوها جوه الكنيسة، يعني جوه اجتماع الخدمة، دي قضية عمل. احنا جوه الخدمة مع ابونا مع سيدنا مع امين الخدمة بنناقش الامور ده ونشوف ايه اللي ممكن نغيره واللي ممكن نقدمه يكون مناسب. بالنسبة لسؤالك الاولاني على انصراف الناس يعني او انصراف الشباب على عدم الحضور، هو السن ده دايما يبحث عن كل ما هو غريب وكل ما هو جديد وكل ما هو بعيد، وعنده شكل من أشكال التمرد على أي سلطة. لكن أنا بشعر أن لو المخدومين حبوا الخادم، حبوا وهو كان أسلوبه أو التشانل اللي بيتكلم بيها وصل لهم صح، مش بسهولة أنهم يسيبوه. دي من ناحية، ناحية المحبة. الناحية الثانية أن ربما أنت بتقولي ده عيب خادم ولا عيب مخدوم، أحيانا الخادم يكون طريقته طريقة مش جذابة، ما فيهاش نوع من الأتراكتيف، طريقة بيخدمه بس، فأحيانا تبقى طريقة مملة أو طريقة مش واضحة أو طريقة متكررة أو طريقة نايمة وطرق تانية يعني مش عايز أذكرها دلوقتي. لكن المهم ان الخادم ازاي يجتهد انه يقدم وجبة خدمته وجبة تجذب الشباب. واوعي تفتكري ان هم لو انصرفوا في مرة ومجوش او مرتين بقى يعني عملوا خطايا كبيرة، او اوعي توبخيهم على كده. لا، حطي في بالك ان حتى لو ما حضروش المرة دي اقعد افكر ايه اللي يجذبهم اكتر واكتر. شكل المسابقات شكل تنافسي حلو، كل أولادنا يحبوه في أي مكان. والتنافس التعاوني، التنافس التعاوني يعني مش واحد قصاد واحد، مجموعة قصاد مجموعة، يمكن زي ما في لعبة مثلا كرة القدم. إزاي يبقى فيه نوع من التنافس؟ فكرة المسابقات دي فكرة حلوة، فكرة التنافس فكرة حلوة خالص، فكرة التجديد كمان، حتى مش شرط كل مرة نبقى جوه حيطان الكنيسة. أنا فاكر زمان خدنا مرة أمين الخدمة، زمان الكلام ده قديم جدا، لكن خدنا في يوم كان عندنا حديقة مشهورة جدا في مدينة دمنهور اسمها حديقة الجمهورية، قال لنا إحنا الأسبوع الجاي هنروح نقعد في حديقة الجمهورية. أنا بديكي مثال، خدنا الأسبوع قد إيه؟ يمكن الواحد نسى اللي تعلمه في الفصول العادية وفاكر اللي تعلمه يوم ما روحنا هناك وقعدنا وشربنا ليمون وكنا قاعدين مبسوطين جدا جدا وعمل الخدمة. فدايما الواحد لازم محتاج إن نوع من التجديد. شكرا يا منير. منال زكي. نقابل الآيات يا سيدنا. كان عندي سؤال، ازاي ان احنا نفرق ما بين الخدمة تبقى روتين، يعني عندنا الاسبوع الجاي خدمة نحضر الدرس ندي الدرس، وازاي فعلا تكون الخدمة مثمرة ونحس ببركة وعمل النعمة في الخدمة؟ شكرا يا سيدنا. حضري خدمتك من خلال صلواتك وانك تنشغلي بيها طول الاسبوع. في فرق بين الطعام المسلوق وفي فرق بين الطعام المعد جيدا. فمن فضلك خلي خدمتك دايما تاخد انشغالك طول الأسبوع، وعدي فكري ازاي تقدميها في أفضل صورة ممكنة، وحاولي تتعلمي من اللي حواليك، تعلمي خدي فكرة من هنا وخدي طريقة من هنا وأسلوب من هنا. كلمة روتين مش كلمة وحشة، كلمة روتين كلمة نظام، حاجة منظمة. بس ازاي ممكن الواحد يقعد على مائدة الطعام يلاقي الأطباق الموجودة قدامه، متأسف في كلمة تسد النفس، وفي واحد يقعد على مائدة الطعام يلاقي طريقة وضع الأطباق الطريقة تفتح النفس. خلي خدمتك كمان جديدي في الفقرات، يعني كنت بتبتدي بكذا ثم كذا، غيري
إيه المانع؟ حاولي مثلا تبتدي بطريقة حوارية. الحوار، أحكي لك قصة لطيفة قوي. في مدرسة سألت ولادها بعد الويك إند عملتوا إيه في الويك إند؟ ففي ولد كده 10 سنين رفع إيديه وقال لها أنا رحت ويا بابا نصطاد سمك. فالمدرسة قالت له برافو برافو صطاد سمك، أنت بتحب صيد السمك؟ قال لها لا ما بحب صيد السمك. فالمدرسة اتخذت، راح الولد مكمل وقال لها أنا ما بحب صيد السمك لكن بحب أكون ويا بابا، يعني مجرد أنه خرج ويا أبوه. فيمكن أبوه فاكر أنه صيد السمك هو الحاجة اللي جذبه له، لكن اللي فهمه الولد أنه يبقى في صحبة أبوه أو في رفقته لما يخرج. جددي، فكري باستمرار، ما تخلوش خدمتكم كلها بشكل واحد، جددي في كل شيء. والحكاية دي في العهد القديم في سفر المراسي في آية بتقول جدد أيامنا كالقديم. عرفي أفكار وخدي الفكرة دي إزاي نقدر نطبقها وإزاي ممكن نستخدمها، لأن هو ده الوسيلة الأولى لجذب أولاد. ربنا معك. كاثرين بشارة. It's gonna be Joseph Bishara. I'm Catherine's husband. Thank you very much for this is in English too. So thank you very much for making an attempt to include all of us in your ministry. I feel like it's so important that the Egyptian Orthodox Church not be for just the Egyptians and not be for the Egyptians. And I want to thank you for making a point that we have to find new ways to illustrate the treasure that's been given to the Orthodox Church to continue for the rest of the world. I just wanted to make the point to thank Bishop Yusuf, Bishop Gregory, Father Benjamin, and his wife, Tassoni Missy. And I want to thank Father Maurice for translating for us in English. And I just wanted to make it to thank you very much, Sayyidina, for doing this for us. Some of us don't speak Arabic, and it's so wonderful to be included in this way. That's all I have. Thank you. Thank you. Ivet Iskandar. Salam, Sayyidina. Thank you so much. سؤالي عن موضوع الخدمة. يعني في خدام كتير أو يبقى يعني زي المسيح قال الحصاد كثير لكن كثير الخدام يعني. فلما نيجي نحاول نحن ندعو الناس تانية للخدمة في الكنيسة وكده هو دايما يقولوا أنا مش unworthy, I'm unworthy to serve. How do we encourage other إن هم فعلا to join ونخلي النعمة فعلا تشتغل فيهم وفينا وما نفضلش في وسط الخدمة نقول لا أنا مش هكمل خدمة عشان أنا مش worthy, أنا مش هكمل خدمة عشان مش شايف الثمار اللي فيها. إزاي نحن فعلاً encourage each other إن هم يبتدوا بس أول خطوة ويكملوا فيها كلنا مع بعض. شكراً يا إيفيت. فهي عملية التشجيع عملية مهمة جداً, نشجع الآخرين. والتشجيع ده مهم لأن في واحد بيبقى نفسه قصير وفي واحد أبسط حاجة تخليه يبعد. فتشجيع الخدام حوالينا, السؤال عليهم باستمرار, إظهار محبتنا ليهم, برضو بعض الأنشطة الاجتماعية اللي بتبقى من خلال الخدمة اللي بتعمل نوع من الرابطة. كل ما كان في عمل جماعي لنا كل ما ده ما يخليش حد يبعد أو حل يفطر أو ما يحبش يكمل وهكذا. كمان نحن نصلي من أجل بعضنا. من الحاجات الحلوة أن نحن كخدام كل واحد يبقى وياه لستة أو قائمة بكل أسماء الخدام اللي بيخدم وياه ويصلي لهم بالاسم. احنا تعلمنا كده أن الواحد يمسك أسماء الخدام. أنا كنت خادم في ابتدائي يدوني لستة بكل الأسماء وصلي من أجلهم كل يوم بالاسم. دي حاجة مهمة خالص وحاجة بتساعد بالذات مثلا لو كان في فصل اعداد خدام
إعداد الخدام صح بيتم من خلال محاضرات ومن خلال كلمات، لكن كمان من خلال الصلوات اللي بتعمل في نفوس الأولاد والبنات اللي بناخدهم وبنختارهم للخدمة. دينا ميخائيل. يعني حسبنا مستحقين ان احنا نكون موجودين في اجتماع زي كده مع كل الخدام. الاكشوالي اللي عندي ملحوظة او اقتراح، لو ممكن ان احنا مثلا نعمله على اساس ان كتير مننا طلع من مصر من مدة، وكتير مننا برضو حتى لو طلع من مصر من فترة وجيزة، بنطلع من مصر بصورة معينة للخدمة، بتبقى محفورة فينا بفريم معين، ووجودنا في بعيد عن الكنيسة الأم بيخلي عندنا نوع من الخوف من التغيير ومن الإبداع sometimes، وبنحس إن ممكن التغيير ده يكون شيء داخل علينا لأنها هي حاجة جديدة، لإحنا طالعين بفكرة معينة اللي إحنا استلمناها في فريم معين. فممكن يكون زي مثلا ما قدستكم عملت للشباب دعوة، راحوا قضوا وقت في الكنيسة الأم، تعرفوا على الكنيسة أكتر، شافوا الكنيسة من منطلق تاني. ممكن لو يكون في نفس الفكرة بالنسبة للخدام، إن مثلا يكون جروب من الخدام يجي زي ما بنقول refresher training، زي ما احنا بناخد هنا مثلا hands on، يبقى عايش مع الخادم اللي في مصر، عايش يشوف التجديد، يشوف الإبداع، نشوف الطرق المختلفة، بحيث ان احنا يعني نغير حتة الخوف من التغيير بطريقة سليمة. يعني مش هنغير في عقيدة الإيمان ولا الإيمان اللي استلمناه، لكن في طريقة التقديم. شكرا لقداستكم. شكرا يا دينا. عايز أقول لحضرتك إن لازم نفصل في أذهاننا ما بين ما هو culture وما بين ما هو religion. يعني في فرق ما بين الاثنين. إحنا طبعاً كعايشين في مصر عندنا إيماننا وعندنا عقيدتنا، وإنتوا بالمثل عايشين في بلاد المهجر بنفس الإيمان وبنفس العقيدة، وده المحتوى أو ده اللي بنسميه الهوية بتاعتنا كأقباط. لكن الكالتشر في مصر غير في أمريكا، غير في أستراليا، غير في أفريقيا وهكذا. فلازم الأول يبقى عندنا اختلاف أو تفريق ما بين الحاجتين دول. يعني مثلا أنا لما زرت روسيا ورحت أزورها، كنت بزورها في شهر أكتوبر، وأنا هناك جيت عند دخول الهيكل عايز أقلع الشوز، فلقيت الأسقف اللي بيصاحبني في الزيارة بيقول لي لا اتفضل ادخل. فلما سألت بعد كده عرفت ان هناك علشان درجات الحرارة بتبقى ماينس كتير خالص، فبيستخدموا الحذاء وأحيانا يستخدموا حاجات عشان تقيهم من البرد، تلك. احنا الكالتشر عندنا ان احنا بنخش الكنيسة، نخش الهيكل من غير الحذاء. في بعض المفاهيم ده لازم تبقى واضحة في ذهننا عشان ما يحصلش خلط. الاقتراح اللي حضرتك قلتيه ان مجموعات من الخدام تيجي، انا ارحب بيه كتير جدا جدا، ودي حاجة هتبقى حلوة، بس يجب ان يعد لها جيدا. وفي مؤتمر الشباب احنا قعدنا نعد له سنة كاملة بفريق عمل كبير، وقعدنا ندرس كل صغيرة وكبيرة خالص. فممكن إذا كان نطاق خدام أو في قطاع الخدام، ممكن نحن نعد حاجة بالشكل ده ويشرفونا، وممكن نعمل برنامج كبير خالص لشكل الخدمة، ويبقى له دور حلو خالص في حياة ولادنا، يعني في كنايسهم بر. أبونا أنجيلوس فلتس. أقبل الأيادي سيدنا هالميتانيا. الحقيقة أنا يعني قبل ما أخد بركة الخدمة في برشية جنوب الولايات مع نيافة سيدنا أبا يوسف،
كنت أخذت بركة الخدمة الفترة مع المركز الثقافي وتسابونا بولس حليم والمجموعة الرائعة اللي عملت البرنامج الجميل برنامج الألف معلم. وأنا شفت قد إيه البرنامج ده سيدنا كان ليه تأثير كبير جدا واتعمل بإبداع يعني الحقيقة مبهر وكان ليه تأثير كبير جدا وكان ليه تغيير كبير جدا في الطريقة بتاعة الخدمة وتعميق المبادئ الكنسية الأرثوذكسية الأصيلة في الخدمة بشكل إبداعي. فأنا الحقيقة معش عندي سؤال سيدنا لكن عندي طلب أو أمنية أن البرنامج ده يعني يتبنى المركز الثقافي ترجمته بشكل يعني محترف وفي نفس الوقت ممكن نشوف إزاي آلية أن احنا نقدمه في الولايات المتحدة الأمريكية كلها ويعني سواء لينك هنا كخدام أو في أي مكان نقدر نستفيد منه بشكل واضح لأن الحقيقة برنامج رائع جدا وأنا يعني من اللي اختبره قد إيه البرنامج ده كان برنامج مشبع ومفيد يعني. شكرا سيدنا. شكرا أبونا أنجيلوس. فعلا هو برنامج حقق نتيجة فعالة جدا وكان يعني إفكتيف جدا ولدرجة إن احنا خدنا البرنامج ده وعملنا برنامج مماثل لمدرسين التربية الدينية المسيحية في المدارس بالاتفاق مع وزارة التعليم هنا في مصر وعملنا برضو برنامج تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية في مدارسنا الحكومية. البرنامج ده أعد له جيدا وزي ما ذكرت من شوية إن حطينا له شعار جدد أيامنا كالقديم وحطينا له تفاصيل وخريطة عمل كبيرة ومجموعة من الخدام والمحاضرين والأباء شاركوا فيه والحقيقة هو جاب نتيجة كبيرة جدا جدا في مناطق الصعيد ووجه بحري والقناة القاهرة واسكندرية. وطبعا إن كان مناسب عندكم هيبقى حلو خالص هيناسبكم أنتوا تاخدوه وترجموه وتخلوه مناسب للمجتمع وياكم ويتطبق أعتقد هيبقى حاجة حلوة. ده مجهود لو توزع هو له طبعا كورس عمل وكتيبات كتير لو اتاخد والترجم واستخدم بطريقة حلوة أعتقد هيبقى له تأثير جميل جدا في الخدمة. شكرا لاقتراحك. جون جوليان. Thank you, Sayyidina, and thank you, Your Holiness, for being here with us. It's really awesome. I'm sorry, my Arabic isn't that great, so I'm going to have to ask my question in English. But when we talk about serving the kids in Sunday school and serving the youth, there's always a fine line between mercy and compassion and grace and discipline. But when we discipline, we don't ever want to make the kid feel that they're mad at us or they're sad. We don't want them to feel any like resentment to the church or the service. So how can we keep ourselves on the fine line on the left side of or the right side, whatever side of grace, mercy, and compassion, and not fall onto the other side? Sorry, I need the translation. هو سيدنا بيقول لما بنتعامل مع الأطفال إزاي نقدر نحافظ على التوازن ما بين بنقدم لهم المحبة والنعمة وفي نفس الوقت التأديب في حالة احتياج إن هم يكونوا يعني أي تأديب محتاج أو عقوبة إزاي يحافظ على التوازن بين دين وبين دين. شكرا يا جون. التأديب مطلوب والتأديب مذكور في بعض رسائل بولس الرسول يعني وكلمة الله تستخدم أيضا للتأديب لكن أنا بعتقد أن تأديب الخادم للمخدومين هو يكون بنظرة العين يعني لو المخدوم شعر أن أنت واخد على خطرك أو زعلان من تصرف معين هو عمله ده يكفي جدا لكن دون أي ألفاظ دون أي عنف دون أي صورة أخرى يعني لأن أولا وأخيرا هو ابنك وأنت بتربيه بالنعمة وبتربيه في مخافة المسيح وهو بينظر لك أنك أنت الأداة اللي بتوصله المسيح
المسيح الصورة بتاعته إنه حنين ويطبطب علينا وإنه واخد باله مننا وإنه ما فيش أي صورة من صور العنف. وحتى المسيح في سيرة الحياة في الكتاب المقدس في البشائر الأربعة ما تلاقيش أي شكل من أشكال العنف بمعنى عنف يعني، لكن ربما المرة الوحيدة في تأديب الصارفة والباعة اللي كانوا في الهيكل لأنه استخدموا الهيكل استخدام خاطئ، ده كان خطأ واضح كبير. لكن تأديب الخادم بنظرة عينيك، نظرة عينيك إنك أنت العمل العمل المخدوم ده عمل مش كويس أو عمل غلط من غير أي كلام من غير أي حاجة، إنك يعني كأنك زعلت منه كأنك زعلت، لكن علاقتكم محبتكم لبعض زي ما هي على طول. Here we go. Here. جون المراغي. إزايك سيدنا؟ أنا كنت عايز أسأل سؤال كده. هو إحنا أصلاً ممكن نقول لا للخدمة ولا إمتى الوقت يعني إحنا ممكن نقول لا للخدمة يعني؟ ما فيش وقت تقول لا في الخدمة. خليك دايماً في الخدمة حلو كده وما تقولش لا. الخدمة دي أحد النعم اللي ربنا بيديها للإنسان، ولولا الخدمة ما كناش نكبر في الكنيسة ونحب الكنيسة ونحب المسيح ونحب إخواتنا ونحب خدامنا ونحب أبونا اللي خدمنا وسيدنا اللي خدمنا، ما كناش نعرف الحاجات دي كلها. فما تقولش لا في الخدمة، لأن اللي ربنا يديله نعمة هو يخدم، ولما ربنا يدي لك نعمة ما تقدرش تقول قدامها لا، تقول شكرا. سيدنا الحبيب، أنا مش عارف أقول إيه، محبة قداستك ووقتك وعطائك وتعليمك واستنارتك، أنا عاجز عن الشكر سيدنا. أنا عارف الساعة دلوقتي 12 وربع الصبحية في مصر، ومع ذلك يعني يطول بال قداستك. أنا تعلمت درس يا سيدنا في طولة البال والعطاء من قداستك. ربنا يديم حياة قداستك لينا سيدنا، ونشوف قداستك بكرة بكل خير يا سيدنا. لا مش نشوف قداستك بكرة، نشوفك النهاردة أو النهاردة. أيوة صح، ده النهاردة بإذن الله يا سيدنا. ربنا معك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون مع جماعكم ومع روحك أيضا يا سيدنا. شكرا لنا. الله يحفظك.